يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الرقص للنساء بدون مناسبة أو بدون زواج؟ لا يجوز هذا، لا يجوز إلا للمناسبة فقط، لأجل إعلان النكاح وإظهار الفرح بهذا الشيء. نعم. يقول فضيلة مع أنه أظن ما أظن أنه ما ورد أن النساء كنا يرقصن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أذن لهن النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتغنين بالشعر ويضربن الدف. نعم. أما أنهن يرقصن هذا يحتاج إلى تثبت من هذا الأمر. نعم.